السلام عليكم، اهلا حبيباتي، كراكم دايرين؟ لاباس ان شاء الله، يا ربي تكونوا بخير، تكونوا بصحه وعافيه يا رب. اليوم جيت نخدم معاكم وجبه سهله ما شاء الله، ان شاء الله تجربوها لولادكم. فطائر ما يخمر وما يريح ما والو، تخلطوا العجينه من تخدموا لافاس من وطيبوها لولادكم. تشوفوا انا نحل معاكم حبه يا يعني تفور يا حاميه، تشوفوا البخار يطلع. قبل ما نبدو نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حبيباتي ما تنساوليش اللايك، ان شاء الله لكملتوا معي الفيديو ديري لي لايك لعجبكم، ودخلتوا معنا جداد ما تنساوناش اشتراك، ربي يجازيكم كل خير. تبعوا معنا مقادير شديت فيها كامل، ان شاء الله تعجبكم. انا القزبر هذا شايخ شويه، نحي منه الاوراق، محتاجي الاوراق، حبه بصل، حبه كوغجات، حبه زروديه نربيهم كامل، واللحم عندنا مرحي، مرحي رطب غاية، والقزبر نحي الأوراق خفيفة، وهاذوك الغصون نخلوها نديرو بها الحريرة ولا تجي بنينة. في المقلة نحط الزيت 5 مغارف ولا كيما راكم تشوفو هكا، كترو الكمية باش يطيبو لنا الخضرة. نحط البصل من بعد ما رحيتها تشوفو متوسطة تقريبا رطبة. نربي لك حبات زرودية، وانتم الى عندكم افراد العائله اكثر ضاعفوا الكميه. نضيف لها الزروديه نخليها طيب يطيبوا في الماء تاعها. هنا نربي كورجيت كابويا والكاين اللي يسميها جريوات، ونضيفها على مع البصل والزروديه نخليهم يتقلاو. من جهه اخرى تشوفوا القزبر نحيت الورق كامل، غسلت مليح قطرتهم، راني نقطعهم رقيق. نجيبوا فصوص تاع ثوم ثاني، حطوا المقادير وخدموا بلاصه حاجه يطيب وحاجه كنتخدموا فيها. اجيو تكملوا كل وجبه كملت والله، غير ما كاش نص ساعه تكون واجده معاكم. هنا الثوم درت 4 سنينات ثوم رابيهم تاني رقيق. هاد الوصفه كنت درتها معاكم في روتين، واليوم راني نعاودها بالتفصيل باش كي تدوروا عليها ما تجبروهاش في روتين، تجيكم سهله. نقلبوا الخضره كامل، نحركوها كل مره باش ما تنحرقش. تشوفوا الخضره نشوفوها تقريبا بدات تطيب، دبالت كامل. زيدوا عليها اللحم، اللحم ما يديش وقت في الساعه يطيب، راه مرحي. اللحم المرحي ما فيهش روح، يطيب في الساعه ما يديش وقت. نضيفوا الثوم اللي رحينا اللي ربيناها، بعد نضيفوا الملح على حسب الذوق، وذوقوا لا خصكم زيدوا ما خصكمش، خلوها كيما تحبوا نتوما. فلفل احمر درت مغرفه راكم تشوفوا صغيره، مغرفه تاع ندير بها السكر تاع القهوه، رشه تاع الفلفل الاسود، نحركوهم مع بعضهم. مره مره نخلطو. احنا من بعد ما طابت لنا الخضره كامل نطفو النار، كي نطفينا نضيف لها القزبر، القزبر اللي قطعناه رقيق، ونحطه في اناء اخر باش يبرد لنا. نخلطوه مليح خلوه يبرد، خلوه على جهه وحنا نديرو العجينه. عجينه ما تريح ما تخمر، خلطوها ونعمروا هاد الحشوه هادي على فاخس. هنا الفرينه كامل الاخوات عندكم هاد الغرفيه تاع الحريره تشوفوا ما عمرتهاش، تجي كل غرفيه تكون ماشي معمره تفد 200 غرام، الا كانت معمره مليح 250، انا ندير 400. والدهان تشوفوا درت 100 غرام، اللي عندها الميزان توزن كما هكا، اللي ما عندهاش دير 2 مغارف كبار دهان تجي 100 غرام نيشان. وفارينه ديروا 2 غرفيات تاع الحريره هذوك اللي عبرت بهم ماشي معمرين ماشي بومبي،
دينا 400 غرام، معليش الا زدنا شويه ولا نقصنا، هذا ماشي كيمياء، تخرج مليحه. ونص مغرفه ملح ومغرفه صغيره خميره كيميائيه كما تشوفوا. هادو هما المقادير، 400 غرام فرينة، 100 غرام زبدة، اللي يحبوا للميزان، مغرفة صغيرة خميرة كيميائية، نص مغرفة ملح، ونلموها بالحليب. هذا كاس الحليب ما نكملوهش كامل، نبسوها كما تشوفوها هكا مليح مليح، ندخلوا الزبدة في فرينة باش نتحصلوا عليها كما عجينة الصابلي، تجي ما شاء الله تتفتت وحدها. حكوا بيدك مليح مليح باش الزبدة تدخل في الفرينة. والله جربوها ولادكم يوليو ميستغناوش عليها وتجيكم سهلة. بدي نلمها بالكاس تاع الحليب بارد، ان شاء الله الطريقة تكون واضحة. هي بأطراف الأصابع تاعنا يبلغ، ما ندركوهاش، نلموها. احنا دائما نحطوا حاجه تحت القصعه تاعكم ولا الاناء باش ما تعذبكمش تكون تعجنوا. شوفوا الاصابع تاعي اللي فيها حتى تلتم تولي كيما عجينه الصابلي. كما راكم تشوفوا اخواتي الحليب ما كملتش الكاس، المره اللي فاتت الفرينه كانت تشرب، تشوفوا كملت كاس، هذه المره ما كملش. هذيك شويه الحليب نخلو باش نديروه في الصفار تاع البيض من بعد. هاي العجينه خلوها تغسل يدي ونرجع. نجيبو صينيه نحطو فيها ورق الزبده، ورق الطهي كما تشوفوا هذا مليح، اللي ما عندهاش ورق طهي دير لي شويه فرينه باش نحطو الفطائر تاعنا. عندي نقطة تاع زيت في يدي وفي بون دو طرافاي في البوطاجي تاعنا، نقطعوه مقريسات كما تشوف كيما نسمن هكا، كل واحدة على الشكل اللي تحبوه، تحبوه كبير صغير كيما ديروها تبقى، ما تخمرش بزاف ولا ما تطلعش، تجي طاهية وصحي. بالحلة نحلوها شوية على شكل دائرة، نجيب مغرفة وندهن دير لافارس في العجينه في الوسط، ضيفوا شويه جبن اللي عندها، اللي ما عندهاش معليش، راهي اللحم راه بنين مع الخضره. حنضيف شويه جبن طاري، احنا جبت الصفار تاع حبه بيض، شويه جلجلان، هذاك شويه الحليب اللي بقى لنا نديرو على الصفار البيض باش ما يتحرقناش الصفار. كما تشوفوا في الفطائر درت لافارس وزدت شويه الجبن، وني نلم الاطراف، نلمي بالاطراف حتى نتحصل على كموسه كيما كموسه. شوف نكورها نسقمها نيشان باش تجي الشكل تاعها رائع. جيبوا المقص، بالمقص نقرصوا عليها كيما تشوفوا هكا باش تجي مشوكه. هذا تزيين، انتم زينوا كيما تحبوا. نقص عليها كامل الاطراف، ندور كامل الجهات، نجيب لك صفار البيض نخلطه مع الحليب، ولا شويه قهوه تكون عندكم طايبه وبارده، ولا شويه نسكافي اللي كاين ديروه. ندهنوا على الوجه تاعها باش يعطينا اللون الذهبي، ندير شويه جلجلان في الوسط ولا اي زريعه اللي تحبوها نتوما، الزرعه اللي تحبوها. نحط في الصينيه نزيد معكم حبه، نبقاو كيما هكا حتى نكملوا كامل الكميه. راه نخدمو ونستغفرو ونذكر الله، وكلشي راه في ميزان حسناتنا ان شاء الله يا رب. الحمد لله نعم الله، الله محفظها من الزوال، ربي يبارك ان شاء الله يا رب. هذيك الفرحة تاع ولادكم شحال ان شاء الله ربي يفرحكم كامل ان شاء الله. ان شاء الله الطريقة تكون واضحة. انا قرصتها شوية، عصرت عليها شوية، ومن بعدين بالمقص نقرص عليها باش نديرها مشوكة.
دهنوها، ولا تحبوا تحطوهم كامل في الصينيه ومن بعد في الاخير عاد تدهنوهم بصفار البيض شويه حليب وديروا جوج جلدان في الوسط خلوه حتى الاخير كما تحبوا. انا حبيت نشرح لكم الاول باختيار لكم. نكمل كامل الكمية ونديرها الكوشة تكون حميتة مليح، يعني ندخلها فيها بعد ما كملت كامل درجة الحرارة تكون 180 درجة، تكون حامية الكوشة، ندخلوها كنشوفوها حمارت مليح، نحسوها شوية زادت خطرش فيها خمرت على الكاطو. أيا نعاود نشعلو لها من الفوق، شوفوا كي تاخد اللون اللي تحبوه نتوما، اللون هاكا يكون محمر، نطفوها ونحطوها وشهيتكم في الجنة إن شاء الله يا ربي. جربوها تفرحوا ولادكم، شوفوا ما شاء الله والله هاي تجي مع الحريرة ولا وحدها كفطائر تدور معك ماكا جولات تخرج وتحوسوا ولا. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع السلامة حبيبتي.